بسم الله الرحمن الرحيم. الى جميع المحسنين الله يجزيكم بخير. هذا السيد سميتو علال توزاني، مريض بالسكر وبالقلب وبالطونسيون. الان قطعوا له رجل وحده وطلبوا له 3 مليون وما جبرش باش يخلص، وعاوتاني قالوا له غادي يقطعوا له رجل الثانيه في كلينيك الكوثر، عاونوا الدكاتره قال له هي مليون، ما عندوش باش يخلص. دابا الان راه واحد داك 3 المليون اللي بغى يعاونه الله يجزيكم بخير والله يحفظكم جميعا. والرقم التليفون ديالو 06 20 25 10 69، علال توزاني. الزوجة ديالو 06 12 63 08 36. الله يجزيكم بخير والله يرحمكم الوالدين.